مش شايف روسيا يا حازم. قال لها كل يوم بنتصدم، كل اللي بحبهم عمالين يروحوا يبعدوا عني. طبعا هو قامة كبيرة قوي 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 قوي، ده ممثل، ده ممثل مش عادي. ده ممثل بلغك بيها افندم؟ كان في وصية حضرتك؟ لا لا، كان لما يشوفني يضحك وبعدين يقول لي ما فيش مرة سافرنا في مهرجان ما يقولش وقت ما احنا بنحط الشنط عشان الطيارة يقول خلي الكرسي بتاعي جنب البلبة عشان هي بتضحكني. كان بيحبني قوي لما قلت له، كنت بقعد جنبه أقلد يقعد يضحك ولطيف. وحتى أدواره ما فيش غلطة في أدواره، اختياراته في أدواره اختيارات محترمة، وهو إنسان محترم وحبوب وبيحب كل الناس وذوق. آخر مرة شفته في العزاء بتاع الأستاذ وحيد حامد، لقيته قاعد في الهواء، قلت له اقفل صدرك يا أستاذ عزت عشان الدنيا في هواء. قال لي حاضر مش قادر أصدق. شكرا.